بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، في يوم 20 يوليو الماضي حدثت مناسبة نادرة جدا في تاريخنا السياسي والثقافي، إذ تنادى نفر كبير من الكتاب والأدباء والشعراء والسياسيين للاحتفال بستينية البروفيسور عبد الله علي إبراهيم. هذه الستينية تعني الكتابة العلنية المتواصلة منذ العام 57. وعقب على حديثي في تلك الأمسية عدد كبير من الكتاب والمفكرين والأكاديميين، أذكر منهم على سبيل المثال للحصر بروفيسور حريز، قاسم علي نور، محمد المهدي بشرى، وأستاذ سير السيد وغسان، وأدار الندوة باقتدار الزميل الصحفي فيصل محمد صالح. أنا قررت أن أنقل هذه الفعالية الشعبية إلى منبر شبه رسمي تقديرا لهذه القامة الكبيرة التي أثرت وجداننا وفتحت وعينا للكثير من القضايا وجرحت في وعينا ضرورة الانتباه إلى هذا الوطن. معي في هذه الحلقة المحتفى به البروفيسور عبد الله علي إبراهيم. كيف حضرت؟ ولأن عبد الله علي إبراهيم قامة كبيرة وكتب في أجناس متعددة، من الاجتماع للسياسة للمسرح للفكر السياسي للاجتماع، وهو قد بلغ 60 من عمر الكتابة، قررت أن يعينني عليه صديقي سير السيد. وده جريا على الكاتب كان كبر كتر سكاكين. أستاذ عبد الله مرحب بك، وعمر مديد وإن شاء الله مزيد من العطاء. وفي هذه الحلقة هنالك محطة هامة جدا في تقديري كقارئ لك، شكلت ما تعبر عنه الآن، وهو الوثيقة التي تقدمت بها من داخل الحزب الشيوعي نحو حساسية شيوعية جديدة تجاه الإبداع والمبدعين. لماذا لا يستمر المبدعون والكتاب كثيرا في الأحزاب الشيوعية، ليست قصرا على السودان ولكن حتى في دول المعسكر الاشتراكي سابقا؟ والله دي القلقلة، يعني الإنسان يبدأ بمشروع والمشروع ده يتصل بالحزب الشيوعي ثم يلتحق به، ثم يبتدي يبحث عن نفسه ككاتب. اللي هو المناسبة دي كلها أنا كان عندي هي عنوان لاستقلال الكاتب. كيف تستقل مؤسسة الكتابة بنفسها وتلعب الدور بتاع السلطة الرابعة في التجيش وفي خلق الأجندة وفي حمل الناس بطريقة مستقلة عن الأحزاب والبرلمان وغيره غيره للتغيير؟ فالكاتب بيبقى في الحزب ثم يعني يجد أنه خانق وأنه في هرمية وفي صحف سميتها صحف لسان الحال لا تنشر إلا ما تجيزه هيئة التحرير اللي هي معينة من اللجنة المركزية. فكيف كيف تستقل برأي لم تتفق معه في اللجنة المركزية؟ حتى أنا في يوم من الأيام دعيت إلى أن الأحزاب لا تصدر صحف مطلقا حتى لا يكون عليها حتى لا يكون لها أي يعني تضييق أو تزنيق على الكاتب. الوثيقة اللي عملتها دي اسمها نحو حساسية شيوعية تجاه الإبداع والمبدعين، عملتها تحت الأرض لما كنت متفرغ ككادر ثقافي في الحزب الشيوعي. القصد أنه أحسن من هذه البيئة في الحزب، وأنه الشيوعيين تدخل في باب تربيتهم أنه ينموا هذه الحساسية تجاه الكاتب والمبدع، ولا تكون القصة كلها قصة أنه هو ينجر وراء خط الحزب، إنما يسمح له أن يستقل برأي ولأنه هو أهل لذلك وهو مؤهل لذلك،
وهذا مما يخدم الاستراتيجية البعيدة للحزب، لأنه يرى أبعد من مواقع التكتيك الراهن. فكانت محاولة لإصحاح، إذا صح التعبير، إصحاح البيئة في الحزب لكي يبقى العضو الكاتب فيها مدى على مدى الطويل. ومنها مثلا فيما ذكرت أنها مثلا يعني كاتب مثلا يعني قام مثلا بارة طاقية من الطغاة كده، يعني قصيدة حاجة زي دي، هل ده كفران وهل هذه نهاية البتاع؟ وذكرتهم بكلمة لماركس: المبدعون والشعراء بحاجة إلى إعزاز. ما قال يعني إطاعة خط الحزب. فده القصد من كل ذلك. طيب أستاذ السر، ككاتب ومطلع على هذه الوثيقة، أنا أفتكر إن هذه يعني كانت محطة مهمة جدا هي اللي قدام خلت البروفيسور ياخذ مواقف، يعني مواقف بتاعت يعبر عن استقلاليته بشكلها الكامل. وانت كاتب الى حد الى درجه بترى ان الاحزاب المؤدلجه بتطرح قيود على الكتاب وتجعلهم امتداد خطي لبرنامج السياسي بس؟ والله يعني فعلا ده بيحصل، انه الكثير من الاحزاب بالذات ما يسمى بالاحزاب العقائديه قد تفعل الفكره دي. لكن الخطوره الاكبر دائما في الجانب ده، واشارت لها الوثيقه واشار لها البروف نفسه، انه هي في البدايه بتدق اسفنج بين المبدعين، بين جبهه المبدعين فيما بينهم. كويس، ودائما بتكون مربوطه بالتخوين، واحيانا اليقصي حتى المبدع لو كان مبدع على المستوى الجيد الفني، هو مبدع جيد لكن لموقفه السياسي ممكن يقصى وما يحسب ضمن تاريخ الظاهره الثقافيه المعينه، لو كان مسرحي مثلا يعني، او كان شاعر او كان كذا، ما بيدمج ضمن التاريخ. والتاريخ اللي انا بقصد تاريخ صوته عالي مثلا، يعني لو دي جبهه الثقافه مثلا في اي بلد بتكون في ملامع عامه، يعني إذا التوجهات فكرية، يعني في السودان مثلا الملمح العام للحركة الثقافية يعني ملمح يساري. الحاجة الثانية اللي عجبتني في الوثيقة، ودي برضو قضية يعني أشار لها ضمنا هسه البروف، لكن دائرة قاعدة، اللي هي التعامل مع مؤسسات الدولة الثقافية. يعني مثلا زي المجلس القومي في السودان، يعني المجلس القومي للثقافة والفنون، وزارة الثقافة، القوانين نفسها اللي بتحكم العمل الثقافي. يعني لو في تمويل مثلا من المؤسسات دي، انت كمثقف عندك الحق. في تيارات كثيره جدا بتحتاج للفكره بتاعت الحساسيه دي، ما بتحبز انها تتعامل مع مؤسسات الدوله للثقافه، وده بيعني يعني حرمان القارئ او حرمان المستمع او المشاهد من اعمال كثيره جدا، بحيث ان بنكتشف انه في ناس ما بيتعاملوا الان مع التلفزيونات مثلا، في ناس ما بيتعاملوا مع الراديو، في ناس ما بيتعاملوا مع مؤسسات النشر سواء كانت حكوميه. الفكره دي بتاعت التكفير والهجره دي، انا بفتكر الوثيقه دي نوعا ما عالجت، على الاقل خلت الناس انهم يتفكروا في انهم يطوروا القوانين او التشريعات اللي بتحكم الثقافه، يتكلموا عن العلاقه بين المبدع والمبدع والنظر للمبدع. فبالتالي انا بعتقد انه يعني رغم انها اتكتبت في فتره بعيده شويه وكانت موجهه يعني الحساسيه الشيوعيه، لكن انا بفتكر انه نحن بنحتاج لحساسيه كلنا كمبدعين، لانه لا زال هو اشار له ضمنا الموقف من المبدع الممكن يكون عنده علاقه ما بالسلطة، لا زال انه هو بيدخل ضمن دائرة التكفير. وكده يعني افتكر انه وثيقة مهمة جدا وممكن تحل لنا مشاكل كثيرة يعني. جميل. افتكر يا بروف من اهم الاشياء اللي انا لفتت نظري في تلك الامسية اشارتك الى اننا نعيش الان ازمة وطنية. والازمة الوطنية دي هي ليست نتاج تجاذب تاريخي بين الحكومات والمعارضة، ولكن لها أسباب تانية، وأصبحت النظر لها وضرورة التفكر فيها لازمة وطنية لكل مثقف يعني. فدارين نوصف الأزمة الوطنية دي
وسبل الخروج منها؟ والله طبعا نحن جربنا منذ الاستقلال يعني جربنا أنظمة بين ديمقراطية وعسكرية، وطبعا أنا برضو ما بقيم وزن كبير جدا لمسألة الفارق بين الأنظمة العسكرية والمدنية، لأن الرؤية واحدة، هي رؤية الحركة الوطنية الأساسية، وأنا بسميها رؤية مؤتمر الخريجين، الحركة الخريجية بتاعت مؤتمر الخريجين. ودي يعني كيف تخيلت الوطن؟ تخيلته على أساس أنه عربي وإسلامي، ما كان عندهم مهرب من هذا. وده اللي كان يعني دخل فيه السيد محمد أحمد محجوب بكتابه والحركة الفكرية وإلى أين يجب أن تتجه. يعلمون أنه في عنصر غير عربي ولغات غير عربية وديانات غير إسلامية، لكنهم يعني شيشنا بالشيشنا كده وبمفهوم البوتقة، كل الناس دي الرطانة بن قوسين اللي عندهم ديانات وثنية بن قوسين كده سيأتون إلى محجة العروبة والإسلام في الوطن. جميل. سر والله أنه في المجال ده برضو عندي حاجة بتعرفني بروف كثير جدا جدا من ضمن ما أشرت له، يعني إذا كان المتخيل مؤتمر الخريجين للوطن من الوقت ذاك لحد الآن هو الأفضل إلى ما نعيشه الآن من أزمة وطنية، ومعظم الناس حتى لو يدعوا أنهم متخلصين من المتخيل ده هم غير متخلصين. إذا أنا تحدثت مثلا عن مساهمة الدكتور جون غارن، هل المساهمة دي ما حاولت تعمل أي اختراق للذهن ده أو تحاول تعيد ترتيبه نوعا ما حتى ولو أنه بشكل غير مكتمل أو كده؟ لأنه مثلا إدخال عنصر العرق، الاهتمام بالثقافات الأخرى، وربط ده كله مثلا بقضية السلطة والثروة وفكرة ما يسمى بالسودان الجديد، بفتكر إنها في مستوى من مستوياتها هي محاولة لخلخلة هذا المتخيل. هل بتتفق معه؟ يعني هو فعلا طرح قضية الهامش وقضية القبن الثقافي بشكل يعني في وحدة السودان، لأنه كان مطروح قبلها في حالة انفصال السودان، ما يسمى حركة المتمردين الأساسي. لكن أنا يعني بعيب على جرنك أنه هو يعني جاء بهذه الفكرة بالقوة وليس بقوة. وأنا هنا راجع لمجاز قبل كده بتاع الشيخ علي عبد الرحمن، يعني كان مسؤول عن بعض يعني نوع من الشكل كبيرة جدا في الانتخابات، لأنه كان الحزب الشعبي عاوز يقاطع الانتخابات، وبعدين في المقاطعة هذه حصل الضرب وحصل أفتكر وفاء، ولما جابوه للمحكمة قال أنا ما دعوت لمقاطعة الانتخابات بالقوة وإنما دعوت إلى مقاطعتها بقوة. أنا أفتكر دي المشكلة بتاعت الكرم والحركة بتاعت الهامش والحركة بتاعت الهامش بشكل عام، أنهم جاءوا بالقوة. ونحن الآن نرى يعني حتى مثلا يقال لك أنه لو كان جرنج، أنا ده تفتكر تمني، جرنج ليس سوبرمان، ها. وجرنج وضح أنه في سنة 1991 فرض عليه مشار ولا مكول، فرضوا عليه مسألة تقرير المصير. يعني لا يستطيع أنه في حالة الرأي العام الجنوبي مشكل على، ثم تاني الخطأ الأكبر بتاعه أنه هو شكل الرأي على الغبن. يعني كل الثقافة الباطنة للجيش الشعبي هي ثقافة غبن، وهذا ما لاحظه لا مكول في كتابي، قال أنه جرنج الجلالة التي يفضل الاستماع ويحب الاستماع إليها إذا قرأتها هي عن الغبن، مش عن الطريقة اللي طرح بها موضوع الرق. حتى أنه ديوال يعني أليكس ديوال كتب مقال في مجلة اليسار الجديد، قال له يا جرنج القضية دي بتخدمك، القضية دي حتسوء وحيجوك سواقة وحيجوك تجار جملة وتجار قطاع يدخلوا في هذه القضية، وفي الآخر تكتشف إنك أنت ما سيدة. وبالضبط ده الحصل في دان رازر في برنامج تلفزيوني، جاب واحد من الناس ديل وقال له جرنج، قال له حكاية تجاه الرقيق وإطلاق وتسريح أو تحريرهم
لعبة كبيرة جدا، حتى انه دار رازر يعني اكبر مذيع في امريكا قال له يعني تخمينا قال له تخمين. طيب نحن عايزين نمشي محطة مهمة جدا اللي هي محطة الخروج من الحزب الشيوعي. انا ما عارف طبعا انت تقريبا نحن من سنة 77 انا بتذكر انت بعد خرجتها كتبت مقال عن اسحاق الحلنجي 78 ايوه. فكانوا الناس اللي في الحزب الشيوعي الضد يعني انك تطلع بيقولوا يعني 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 عبد الله علي ابراهيم مختفي 6 سنين وبعد ذاك جاء اهم قضيه عنده شعر الحلنجي. التبخيس اللي بيتم للكاتب بعد خروجه من الحزب، انت قلت في الندوه حاجه مهمه جدا انه الكاتب بيكون بيكتب وعنده جمهوره لكن بيكون بيكتشف انه الجمهور بتاعه ده جمهور الحزب، فالحزب بيشيل جمهوره منك وبخليك قاعد تنضم براك مش كده. لكن انا ما بالنسبه لحالتك انت ما شايفه، لانه شايف انت بعد خروجك من الحزب اسريت الساحه السياسيه والفكريه بملاحظات ما كان ممكن تقولها وانت داخل الحزب الشيوعي. يعني انا في بالي الشيوعيين الحركيين اللي بيطلعوا من الحزب ديل بيصابوا بحاجه غريبه جدا، يعني هو بيطلع من الحزب لكن هو بيكون شيوعي، نفس السلوك نفس التشككات نفس الهواجس نفس الرؤيه، وممكن يقول راي وهو في نفس الوقت هو راي الحزب الشيوعي لكن بس هو طلع من الحزب الشيوعي. يعني انا بتذكر انا كان معاي واحد من الناس اللي مرقوا ديل بعد الانقسام زو صديقي يعني، وبعدين افتكر قدم نقد لنفسه وابوه يشتغلوا بيه لانه كانت قضيته مرتبطه بحاجات امنيه وكده. فالزول ده كان شبه مجنون، يوم انا نايم صحاني من النوم قال لي انت عارف يا محمد انا نقدت نفسي فرع الحله الجديده وما في زول لحد الان يشتغل به، فانت هسه نقدت نفسك. دي محطة مهمة. ده النقد تحول إلى إهانة. نعم تحول إلى إهانة إلى تجريدك، يعني تجيبه يقولوا لك أمشي راجع، ها تجي تاني تجيبه يقول لك لا دي ما نقطة دي ما قوية، القصد منه أنه يكسر شوكتك. نعم وتظل تابع ذليل، يعني ما النقد فيه الصح وفيه حيوية. نعم. ها وكذا. فأنا هذه أفتكر أنها يعني تحول النقد إلى غير لا يساهم في بناء الشخصية. ما يتعلق بالجمهور ده الجمهور سميته أنا جمهور أخيز ما بتاعك بيدوك له ها ويقرأ لك وكذا وقد ما يقرأ لك ها، لكن أنت الكاتب الكذا الكذا هو ما بيكتفي بسحبه هو بيحرشه عليك كمان أي بيهوهو عليك يا إشكع 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 علي إشكع علي، كل ما عملت حاجه كل ما تكلمت انت عملت الحلنجي انت ما عارف دخلت الانقاذ انت ما عارف ايه انت ما عارف كده انت بيتكم انت امك انت اخوك انت مرتك انت ولدك يعني 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 سفاله ها من الدرجه من الدرك الاسفل. فده جمهور ما يعني المتغطي بجمهور الاحزاب. طيب نحن ناخذ واحد من الاجيال الماء الجديدة يعني الوسيطة في احتفالية قناة الشروق بستينية البروفيسور عبد الله إبراهيم. معانا حاتم الياس. حاتم ازيك؟ السلام عليكم. أنا والله سعيد جدا يا أستاذ أستاذ محمد خير إنه أكون موجود يعني في برنامج فيه قامة كبيرة جدا و استاذنا عبد الله علي ابراهيم. يعني كيف تمام نحن تناولنا عدد من القضايا، تناولنا الاحتفاليه نفسها وبينا حرصنا على نقل الاحتفاليه دي من محيطها المحدود الى قناه الشروق لتكون اوسع، مدفوعين بمحبه يعني في المناسبه دي. وانا جبت السيد عشان يساعدني لانه
ما بقدر عليه براي عليه بروفيسور عبد الله، ويعني استعنت بيك كزول قارئ جيد لعبد الله الابراهيم. نعم. فعايزينك كده يعني في 3-4 دقائق تورينا خلاصاتك في قراءة عبد الله الابراهيم. يعني ده يوم البراوي زي عبد الله علي ابراهيم وسيرة السيد، فانا ما بعيد من البرا يعني، عشان كده بكون حاسس بالالفه تجاه التواجد ده. وعبد الله علي ابراهيم هو استاذنا، وعبد الله علي ابراهيم مساهمه مشهوده ومعروفه في السودان، من الناس اللي اسسوا للفكر النقدي جسور وجريء يعني. حتى نحن في ناس كتار جدا يعني قدر يعني يبدو انه نحن اخذنا درب عبد الله يعني. طبعا درب عبد الله ما بيتقدر انه يتاخذ بسهوله كده، ففي ناس كثيرين جدا في نقاشاتنا في الوسائط وفي المواقع الالكترونيه فبيتعاملوا معنا زي كانه نحن يعني الناس الذين نتبع اثر عبد الله، ودي ده امر يعني نحن نفتخر به وسعيدين به جدا، لانه عبد الله يعني منجم من المفاهيم ومن اللغه الرفيعه ومن الرؤى المختلفه عن السائد يعني. عبد الله ينتظرك في المكان يعني في المكان اللي بيذهب له الحدث الفكري والسؤال، ينتظرك يعني عند اخر سؤالك يعني، عند اخر ما تطرحه انت في قضايا الواقع. القضيه اللي بتتعلق ب يعني واحدة من الحاجات اللي أنا أتذكرها يعني في طرفة كده، كان المرحوم حاج مضوي في بدايات عودة الأحزاب، فكان في صراع كبير جدا في الحزب الاتحاد الديمقراطي، كانوا بيتحدثوا إنه المكتب السياسي الموجود في الحزب الاتحاد الديمقراطي ده هو مكتب ما شرعي يعني، فبدأ النقاش والخلاف ما بين المكتب السياسي ما قبل الإنغاز وما بعد الإنغاز. فأتذكر إنه حاجة مضوي وقف في واحدة من الندوات يتكلم عن كيتشينر، يتكلم طبعا حاج مضوي عنده طريقة لطيفة في الحديث يعني، فقال يعني إنه كيتشينر كان هو ما بعرف مدى صحة الواقع دي، لكن طبعا حاج مضوي رجل اللي بيقوله أكيد يعني هو يعني كلام مهم يعني. فقال انه كيتشينر في مجلس اللوردات البريطاني، فكل لورد بيقول انا اللورد فلان ابن اللورد فلان ابن اللورد فلان. فكيتشينر لما جدر عليه هو طبعا ما ود لوردات ولا يعني عنده النسب المتصل بالقصص بتاعت العراقات البريطانيه دي يعني الشكل البريطاني ده. فقال انا كيتشينر ابن سيفي، انا كيتشينر، انا اللورد كيتشينر ابن سيفي، يعني جبتها بدراعي جبتها ابن سيفي ده. فماركسية عبد الله علي ابراهيم وفكر عبد الله علي ابراهيم، عبد الله علي ابراهيم هو ابن سيفه، عبد الله الموجود حاليا هو ابن فكره يعني، جاب بدراعه يعني فكره محاججاته يعني. حتى المفترض ان احنا ثاني نعيد النظر في الفكره بتاعتي، انه عبد الله الحزب كان مؤسسه مهمه جدا جدا وله دور وله تاريخ، وعبد الله يدافع عن الحزب الشيوعي، لكن الماركسيه المنهج الماركسي اللي بيطرحه الان بروفيسور عبد الله علي ابراهيم والرؤى اللي بيطرحها على بروفيسور عبد الله علي ابراهيم في حقول معرفيه متعدده وكثيره جدا، هي دي يعني مختلفه تماما عن الماركسيه السائده والموجوده. يعني دي ماركسية حيوية، ماركسية أكثر إنسانية يعني، ماركسية أكثر ذكاء في رؤيته للواقع. عبد الله علي إبراهيم كل كتاباته هو يعني بيرتى لحركة التاريخ وحركة الثقافة وفي السودان، يعني عايز يمرق من الشطب بتاع البرجوازية الصغيرة ومن عنف المثقفين المؤدلج ومن الكتبه. فيعني نحن في العصر ده يعني وفي الوقت ده افتكر نحن سعيدين جدا بانه يعني اتاحت لنا الظروف انه يتوجد عبد الله علي ابراهيم، بروفيسور عبد الله علي ابراهيم، و
نقرا ليه ونتابع انتاجه الغزير. ويعني عبد الله الابراهيم يعني مساهمته مساهمه ثره وكبيره جدا، ونحن والله يعني سعيدين جدا بانه يكون. شكرا يا استاذ حاتم. شكرا حاتم. طبعا ده بقول لك كل سنه وانت طيب يعني. لكن هو تقليد جديد نحن عايزين نحاول نعمقه يعني. ستينية تلتقط المسألة بتاعت حاتم. نعم جميل. تلتقط المسألة بتاعت حاتم مدخول بتساوي صغير. أي أوكي. لكن نحن نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف التقاط الأستاذ السيد. مرحبا بكم من جديد، ونسمع رأي الأستاذ السير السيد في المداخلة تقدم بها الأستاذ حاتم الياس. لا أنا بس عايز استثمر وأقوي منها سؤال للبروف. يعني الأجيال بتاعتنا دي، وحاتم أشار للمجايلة دي والجيل ده بيقرأ البروف، غير كده أشار لحتة تانية السجالات اللي هي في الغالب في الفيسبوك. البروف يعني موجود مع الناس في الفيسبوك. وانا برضه لمست انه البروف عنده علاقات وطيده مع الشباب، خاصه الشباب الاسلاميين. يعني شهدت له حوارات معهم في بيته او في اماكنهم هم. فسؤالي انه حساسيه الجيل ده يعني في بمختلف اتجاهاته، من خلال تجربتك معهم في الفيسبوك وسجالاتك معهم، من خلال زياراتك اليوم زياراتك، يعني بتشوف المساله دي كيف كمفكر يعني زيك، من ما اقدر اقول اجيال من جيل ثاني او كده، لكن تداخل المثقف الكبير والمؤثر مع الاجيال الجديده ومدى تاثيراته، شايف المساله دي كيف؟ والله انا يعني بفتكر انه انا افتكر الحزب الشيوعي وبكل الحركه اللي عملها هو هديه كبيره جدا للشعب السوداني. انا افتكر كده يعني، ده قناعتي. ما وبفرق كما قلت دائما ما بين التقليد الشيوعي والحزب الشيوعي. يعني انا بحيط بالتقليد الشيوعي كله بما فيه الحزب الشيوعي الحالي، لكن الحزب الشيوعي الحالي عندي راي فيه، وبفتكر انه يمكن ما احسن اوجه التقليد الشيوعي. اللي هو كل الجهادات التمت دي منذ 46، والناس اطلعوا والناس المرقوا والناس الجايين، ده كلنا نفتكروا التقليد الشيوعي. فده اللي انا عاوز اقنع به الناس، كانه شيء لا مهرب منه في تاريخ السودان. يعني المهدية هناك من قال أنها مرزولة وأنه هو كاذب وأنه في زمنه، لكن الليلة أنت لا تستطيع أن تقرأ تاريخ السودان بغير المهدية. وسيأتي يوم من الأيام يصبح تاريخ الحزب الشيوعي تاريخ عادي وتاريخ ممل في أسئلة الامتحان بتاع الطلاب الشهادات الثانوية. فده أنا عاوز أنبههم ليه. وبفتكر أنه في طور من الأطوار نحن يمكن ما عرضنا نفسنا بشكل أفضل، وتجنبنا من كان طريقه إلينا ممهدا وسهلا يكون احتك بنا. ولكنه وأنا كنت بتكلم مع سيد السيد يعني أسوة بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، أنك أنت ما تقنع. يعني الرسول قيل أنه يعني في يهودي توفي، ولما شاهد الجنازة قال دأفلت مني مش النار. يعني لو اداني فرصة شوية لكنت لكان طريقه إلى الجنة ممهدا. أنا كل ما أرى يعني شاب يانع وغض ومتطلع ويريد أن يخدم البلد أتمنى أن يكون طريقه إلينا. يا سلام يا سلام. أنا الحقيقة بروف قبل ما ناخذ محادثة من الأستاذ غسان عثمان، في بالي قبل كده أنا اتصلت بيك في الموضوع ده، لكن طالما جيتني هسه بكلامك نقوم نعمله في شكل سؤال مش محور. أنه في كتابات انتعشت في خلال فترة الإنقاذ في الخارج، بقى في منابر كبيرة للكتابة الجاية من خارج السودان لداخل السودان، ودي كميتها كبيرة جدا. يعني انت لما تقرا في المواقع دي بتلقى لك في اليوم ما اقل من 80 مقال.
لكن كل المقالات دي منطلقة من حاجة بواحدة ومن فكرة أساسية هي إسقاط الحكومة دي. يعني رتم واحد شغال له تقريبا 25 سنة وبعدين ابتدت تكون في حاجات الزول ذاته يأسس المقال بتاعه على حاجة وهمية ما موجودة على إشاعة. تأسيس فكرة مقال موضوعي على إشاعة. يعني مثلا بجامعة الخرطوم يعني دي اتكتبت فيها ما أقل من 700 مقال ومجموعة كبيرة جدا من أعمام ناس علي محمود حسنين وكده ولابسين الزي بتاع التخرج. وبعدين اتضح انه الكلام ده ما في حاجة زي دي ذاته. بعدين الحكاية دي بقت كمان خطورتها وين؟ في زمان الخواجات دي لما يكتبوا على السودان بيكتبوا بعلمية وبدقة وتقريبا انت رجل استاذ بتاع تاريخ معظم المادة التاريخية استقيناها من خواجات يعني كتبوا. أسأل الخواجات زي ناس أريك فيبز وبتاع يكتب لك عن محضر تم في القيادة العامة ويبني عليه ومقال وكده ويقلب بالمجتمع. كيف بتنظر لأدب الهجائم ده كتابة الهجائم دي يعني؟ والله أنا عندي اعتراض عليها كبير وطبعا ده سبب سخط كثيرين علي. نعم. ومشكلتها مش أنها يعني ضد الحكومة وكده، مشكلتها أنها ما فيها ذكاء وما فيها مجهود. نعم. يعني أنا دائما لما أقرأ المقال أفتح المقال كده إذا ما لقيت المقال ده منطلق من خبرة أو خبر أو مصدر أو كده بسيبه لأنه نعرف أنه هو عبارة عن احتجاج بعد احتجاج بعد احتجاج بعد. للأسف أتيحت هذا الطاقم من المعارضين فرص التعرف على بلاد شتى. نعم. وصحف شتى وكتاب شتى ونظريات شتى. للأسف لا تجد أي صدى. جميل. قبل نحن ناقشنا مع البروف موضوع الجمهور الجاهز الحزبي اللي بيسحبوا الحزب لما تطلع منه، لكن نحن الآن أمام مداخلة إسلامي، وإسلامي مستنير ومفكر، وأنا شخصيا يعني من الناس باستمرار بحيه وقدم برنامج كتب مقال عمل مداخلة. الأستاذ غسان عثمان، غسان ده قدم في الليلة ديك يعني حاجة اسمها عبد الله الداعية. فنشوف يعني بعض النقاط الأساسية اللي وردت في مساهمة عبد الله الداعية. أستاذ غسان. مرحبا محمد، أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا أهلا. سمعتني أنت؟ آه أنا سمعتك واستمتعت بالكلام طول المرور. أرفع صوتك شوية و داري لنا ملخص بسيط. تحية ليك ولبروف عبد الله، أنا مستمتع والله مرحبا غسان بالحوار الرائع ده. دارينا يعني ملخص موجز لورقتك عبد الله الداعية. أيوة والله. أول حاجة أنا يعني بهني البروف 60 عام يا الكتابة وإن شاء الله المئوية يعني. والفكرة الرئيسية كانت بتاعة الورقة أو المداخلة، فكرة الداعية دي أنا تخيلت أنه عبد الله علي إبراهيم ده يعني ذكرني مباشرة بأبو حيان التوحيدي. أبو حيان التوحيدي ظهر في القرن الرابع الهجري وكده، وبعدين كان واحدة من قدراته الفذة جدا ومقدراته العالية يعني أنه عنده إمكان أنه يدخل كل الحقول ويمرق منها بمريدين بهذا المعنى يعني. فلذلك كان يسمى أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء. نعم. بان لي أنه عبد الله ده كده، عبد الله مسرحي عنده جمهوره في المسرح، عبد الله نقادة ناقد عنده خصومه ومحبيه برضه في المجال ده، عبد الله سياسي عنده أبطاله وعنده أيضا ضحايا يعني، وعبد الله مفكر بالمعنى الحر وبرضه عنده يعني. فلذلك انا فكرت انه الخطاب بتاع عبد الله علي ابراهيم ده يشبه خطاب الداعيه، لانه الداعيه المركزي في خطابه انه يتوجه بكلامه ده لكل لون بمختلف وعي الناس وملكاته وقدراته وكذا، ينزل لمن يحتاج ينزل له ويشرح له، ويرتفع للدول اللي عنده بضاعه عاليه وكذا. لذلك فكرت انه من كل بستان زهرة اللي كانت واحدة من تجليات الزمن الثقافي للعصر بتاع أبو حيان التوحيدي تشبه عبد الله علي إبراهيم. عبد الله برضو زمن الثقافي
واسع مظلته كبيرة، ولذلك أنا تسمية الداعية اللي قلت في ورقتي أنه مش بتحمل ظلال أيديولوجية بحسبان أنه الداعية منتمي لا، والداعية ماركسي، الداعية إسلامي، الداعية بعثي أيا كان. لذلك قلت أنه عبد الله الإبراهيم واحدة من قدراته العالية جدا وخطابه ده يعني عنده جمهور في كل ميدان، وعنده قدرة أنه يعيد تركيب الخطاب ده بحيث أنه يتوجه به لكل الفهوم وكده. يعني ممكن ده تعريف مختصر كده لتعبير الداعية أنا أطلقته على عبد الله الإبراهيم. يعني شكرا شكرا أستاذ غسان، و يعني أشكرك على المساهمة وعلى التلخيص لورقتك اللي تقدمت بها، وإن شاء الله نحن برضو في الشروق يعني هنجيب الندوة دي يعني بعض أجزاء منها، وربما ما خلاها ترافق الحلقة دي إذا يعني جازت العملية الفنية. أستاذ عبد الله، إذا أنت بتتابع الأجيال الجديدة في الكتابة، في انفجار روائي ضخم جدا، يعني تقريبا هسه في يعني مدى 10 سنوات في أكثر من 200 رواية تقريبا، ودي كلها بتتكلم أبطال من الهامش، أبطال من جبال النوبة، من جنوب السودان، من كده، يعني بقى في منحة رواية جديد. إذا اطلعت على الأدب ده اللي هو يعني أركان وعبد العزيز بركة ساكن وبكر آدم إسماعيل، وحتى أردول ده عنده رواية اسمها الرواية الريال المقدود، موضوع واحد لكن طرقه مختلفة. يمكن الأنضجهم فنيا هو عبد العزيز بركة ساكن، بتنظر كيف للاتجاه ده يعني؟ والله يمكن أنا ما قرأي للرواية لكن الظاهرة موجودة، ويمكن تحليلها بدون القراءة الكثيرة. نحن حقيقة مثلا ما مستعدين للمدينة، يعني حالة أننا كوننا دلوقتي في مدينة، يعني لا زالت لازلنا نجتر الريف. وطبعا أنا من ضحايا أنه المدينة ليس لها شخصية اعتبارية في التسييس والتسييس والثقافة السودانية. يعني أنا في ندوة الذكر تكلمت أنا كنا من عبر، أنا حقيقة جديدة. أيوة. أنا حقيقة العمل المأجور، أنا حقيقة النقابة، يعني في ناس بتعين تجابة، أنا ما كده. وما تجي تقول لي بالتجابة أنا حاكمك، لأنه أنا نشأة جديدة جدا، ومن باب البر ومن باب احترام التنوع أنك تعتبر. ما تيجي تقول لي والله لأنك بقيت شوية بقيت من عبر وكده نحن نلغيك ونشط بالنقابات وكده. ما جيت للتقابة لغيتها، أنا ما جيت للرقصة الكمبلة لغيتها، كل زول يعني هذا 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 الاختلاف الجميل. الرواية بتقع في حالة المدينة، وده كلام باختين في كتابه الديالوجيك مايند، إنها لأنها متوترة وفيها أصوات عديد الأصوات، هي ما زي الملحمة، مقارنة بالملحمة. الملحمة دي بتاعت مجتمعات مستقرة وزراعية وإقطاعية وتقليدية وكده. فالرواية دلوقتي خروج ده هو عالم يعني مسخر من مظاهر أننا دخلنا في منطقة الأصوات المتعددة، وليس الصوت بتاع العمدة وليس الصوت بتاع الولي، ولكن أصوات متعددة في المدينة، أصوات هامش، أصوات ناس عاديين، أصوات كده. فكل الشيء الذي ممكن أقوله عن الظاهرة بغير يعني معرفة بدقائق إنه دي ظاهرة أصلا ملحوظة في أنه المدينة والحياة فيها رأس مالية وكده بتنتج هذا النوع من الأدب، يعني تنتج هذا الجنس الأدبي اسمه الرواية. لأنه ليه ما ظهرت زمان؟ كان في الملاحم، كان في أبو زيد الهلالي، ما ظهرت الرواية إلا مع المطبعة، مع المدينة، مع الأصوات المتعددة. طيب نسمع. أنا والله تعليقي، أنا تعليقي لو فهمت السؤال بتاع أستاذ محمد خير عشان البروف عم غلين أكتر، هي يعني الظاهرة دي أو ما يسمى الآن بالرواية التسعينية دي، أول شيء فيها رش كثير زي ما هو قال، لكن فيها الموضوعات دي اللي أنت بتتكلم عنها في الكتاب، يعني فيها المشاكل بتاعت التنوع اللغوي وعدم إدارته،
يعني مثلا زي ريال مقدوني فيها جانب زي ده فيها القضايا الثانية بتاعت يعني بتاعت التمييزات العرقية يعني بتحس بها فعلا هي انعكاس للفكرة القبيلية اللي تكلمنا عنها يعني فكرة المركز والهامش هي مش فقط بالطريقة اللي انت تحدثت في انه يعني جات بالقوة او كده لكن كمان هي تركت ظلال ثقافية اذا كان الستينات كان فيها الروح الاشتراكي العام التحرر وينعكس في الشعر وينعكس في الكتابات في الوقت ذاك هسه الروح بتاعت افكار القرن وافكار الهامش يعني تجلت تماما في الرواية انا داير اصل له ان انت من ضمن استشهاداتك في كثير من 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 كتبك يعني بتستشهد بالادب الشفاهي بالاحادي بالامثال لكن انا لاحظت خاصه يعني اذا صنفناك يعني كاتب ما بعد استعماري وكثير منه بنوا على الروايه زي ناس ادوار سعيد وخومي بابا انا لاحظت انه انت يعني الادب الكثير ده والبيتحرك في مجالات حتى انت اشرت لها في كتاباتك الابداعيه زي الجرح والغرنوب والسكه حديد اشرت لموضوعات التمييزات دي يعني ملكيه الارض وعب وحر وعربي وما عربي في كثير يعني انا ملاحظ انه الجانب ده انا افتكر انه لو في جانب الروايه انت ما استندت عليه كثير على الرغم انك كتبت عن محمود عبد العزيز مثلا في الابداع وزي ما قال لما طلعت كتبت عن الحلنجي فالشكل ده يعني الشكل انا بس فاهمه في مجمله نعم في مجمله بنفس الاصوات اللي تكلمت عنها دي انه هو حته بتاعت يسموه البوليفونيك يعني اصوات متعدده نفس الأصوات بتاعت الهامش الصوت بتاع كده دي كلها جد في شكل مبتكر اللي هو شكل مديني شكل ما بعد شكل ما بعد الريف وتلاحظ من الجانب الآخر ضمور الشعر يعني يعني كثير جدا زمان ما ممكن يقع واقعة مثلا نقول حكاية مثلا فنقول بخت الرضا والإضراب والبتاع ما يكون في طلعة 20 قصيدة يا كذا ويا كذا ويا كذا يعني الظاهرة أنا يعني مستصحبة في تجلي في 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 مجملة لكن ما توافر لي حتى الآن إنه أنا أجلس إلى قراءة مدققة وأنظر في يعني في علاقتها مع المظاهر الأخرى اللي أنا بهتم بها. هل تصور يا اخوانا انه خلاص الحلقه تحت انتهي؟ المخرج ممتع وقبل ما نختم يعني ندي البروف دقيقتين وهو قد بلغت كتابته 60 سنة يعني كتابه ابتدى الشيب والوقار وكل علامات الوقار تدخل الى كتابه المرحله الجايه والله 60 ربنا مدة في الأجل لا يعني 60 60 عام يعني هي مرت من هنا ويعني أنا دائما يعني أتمنى من الله يعني عبارة إنجليزية دائما تراودني إنه to age gracefully إنك تكبر فرحان بلطف أيوة وأتمنى أنه هذه الكتابة تكون أدتني هذه الطاقة. أنا الحقيقة شديد التقدير لجماعة الفكر السوداني بقيادة أختنا بنتنا قادة كدودة وشديد الاعتزاز بالاتحاد الكتاب السودانيين لترتيبه لذلك. أنا أشد اعتزازا بما سميته كلمات التعزيز نعم اللي جاءت من طائفة رباح الصادق غسان وأخونا السر وحقيقة محمد المهدي بشرى يعني واحد جاء من القضارف اسمه دسر حمد وحتى من جاء من القضارف لأنه يمثل الغراء صفحتي في الفيسبوك وكانت بيننا مشادات عنيفة جدا وكلامات وكده في الفيسبوك مع بعض فطلبت إنه يجي وتكرم بالمجيء. أنا بفتكر هذه كانت مناسبة يعني نوعية زي ما بيقولوا استثنائية. أنا بفتكر أن هذا فرح الكاتب بعمر مبذول في تعاقد طويل مع الوطن ما شاء الله. بهذا القدر أستاذ المشاهدين
نصل إلى ختام هذه الحلقة التي رغم تقديمي لها أصفها بالممتعة رغم أنني ترف فيها. وأشكر جزيلا الأستاذ السيد السيد الذي عانني. شكرا. والبروف يا أخي الله يبارك الله فيك. بروف الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. ما خليتنا نطلب أغنية ولا حاجة. مشاهدينا الكرام إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، تحايا كبار.